وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو غادي نشوفوا الاعلام التونسي وشنو قال على الخسارة ديال المنتخب الجزائري والخروج الموديل من التأهل الى كاس العالم. كيفاش غادي يقول لك بان المنتخب الجزائري اصابه الغرور منذ الفوز ديالو بكاس افريقيا، وحتى التصريحات ديال جمال بلماضي اللي قال بانه غادي يمشي لكاس العالم باش يفوز باللقب، دارت واحد الضغط كبير على اللاعبين وشفنا انهيار كبير في المنتخب الجزائري، وهذا الشيء كان ملحوظ في كاس افريقيا اللي تم الاقصاء ديالو من دور المجموعات. كذلك شفنا خسارة موديلا في عقر الدار امام الكاميرون. نخليكم مع شنو قال الاعلام التونسي، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الجزائر تقريبا برشا قالوه فما شويه ثقه اكسيم تاع ثقه في النفس الليكيب هذه والجيل هذا نتاع بالماضي بعد الكف نتاع الكوب دافريك. ما نتصورش انا مخسر وسويت بسبب الثقه في النفس. الكوب دافريك اللي هزتها الجزائر منذ 4 سنوات هي اللي ما نقولش غلطت، هي اللي خلات معناها فما في اوساط المنتخب الجزائري ياسر اكسيم تاع ثقه. دفعوا ثمنه في الكاس افريقيا، ما قراوش النتيجه بالقدايه، اعتبروها انسيدان عابر بتاع باركور، في حين يبدو انه فما مشكله هيكليه في تجديد الجيل اللي خذا الكوب دافريك بتاع عامين التالي، اللي شيء اللي ما تعملش في الليكيب بتاع الجزائر. في التساؤل على الاعمده بتاع المنتخب الجزائري انك تبني مشروع فريق الكوره كالعاده على النجم اللي هو رياض محرز. هاك شفنا اداء رياض، معناها ما كانش حاجه كبيره تقريبا في الباركور كامل، سواء كوب دافريك ولا من بعد رقينا جوارات اخرين، معناها لعبوا في كاس العرب اللي هما جوارات معناها محليين او يلعبوا في فرق عربيه خير برشا من جوارات اوروبا اللي قدموا معناها الواحد المنتخب الجزائري. اعتقد المنتخب الجزائري دفع ثمن الثقه المبالغ فيها في نفسه، والاختيارات بتاع انك تبني الفريق على نجوم اوروبا. ها شفنا هذا سؤال مطروح البارح، ديبا كبير في مصر على محمد صلاح ودوره في المنتخب. ديبا على المردود حسام حسن قال انا شنعمل به لاعب تسميه كبير وقت اللي تستحقه وتستحقه المنتخب بتاعه ما يرقاهش، سواء في معناها في اللقاءات الكبيره. هذا معناها تقريبا يخلي الاسئله اللي تطرح راهو اللي يلزمنا نحن، مش متاع ولكن متاع محمود ولا مراد زغيدي، ما يسالش المونديال كيما في السياسة كيما في الاقتصاد، هات ما نتعاملوش معاه كالعطرية متاع واحد. نطرحوا قادرين نبنيه مشروع متاع كورة في تونس وقال لا حاشتنا يتبنى مشروع، مش عديني اليوم وغدوة يعمل ربي دليل. اليوم تونس جاتها فرصة كبيرة باش نعاود ونستأنفوا أن نبنيه مشروع متاع كورة، مشروع متاع منتخب. المونديال فتح لك المجالات، ان شاء الله الاختيارات تكون صايبه. والله ما نعرفش احنا ونبعدوا على الشعبويه على البوبوليزم. من حقنا باش نحكيو على الحكايه نتاع المدرب اليوم، زاد بتاثر فيها تجني على الراجل البارح هزنا للكوب دي موند، اما زاد كان باش ناخذوا قرار باش يكون في الساعات هذيا، معناها فهمت اوكي المنطق يقول رشحنا ولد بلادنا وغيره وكذا، ولكن منطق زاد الكوره كي تجيب كاليبر مراني وين ولاعب قداش من الكوب دي موند وكذا، فما خبره باش نربحوها منه، نحب ولا نكره باش يعطي ان بلوس، نجم كما قلت تصنع قادري بعد عامين ثلاثه وتعطيه المنتخب بخبره كبيره بمونديال في الخبره في التجربه نتاعه وكذا. نرجع للجزائر، البوليميك نتاع الملاعبيه الجزائر، ما تنجمش اليوم باش تحكي على محرز ولا بونجاح ولا غيره والناس وسليماني وكذا، ما تنجمش، ما نجموش ما يلعبوش، معناها نبني على شنو؟ انا عندي جوارات يشبهوا لهم في الجزائر، ما نجموش، معناها هذاكم هما النجوم نتاع المنتخب، هزوه للسماء وهزوه وربحوا وهيمنوا على الكوره وكذا، ولكن اليوم صار
كانت خيبة الأمل. معناها البارح كان كورة ما دخلتش، رانا نحكيو على الجزائر تصنع في المعجزات، أرقام انتصارات، رقعدوا 37 ولا 38 ماتش، 35 ماتش ما خسروش، معناها الثانيين بعد إيطاليا في تاريخ كرة القدم، ولثاني مرة ما يترشحوش للمونديال. ديسيبسيون هذيك تنجم تصير مرة. البارح كانت قاسمة، البارح كانت قاسمة، مش باش تراجع خيارات نتاع نحط نلعب بمحرز. محرز عطى برشا، ما عندهاش نجوم، ما عطاتش الجزائر نجومها اللي برا، عطاو الكل في وقت ما. وهذا ما يحسب بالماضي، انه لي جراند ستار نتاعو كي يجيو يلعبوا وكانهم جوار جونيور يحب يقلع البقعه نتاعو. هذا نشوفوه عندنا بعض اللاعبيه كانوا يجيو للمنتخب، باش نحكي على المجموعه هذه كلها تعمل كيف توا، كانوا يجيو ما نعقلوهمش. معناها هذا يلعب غادي، هذا يلعب غادي، يلعب يتمشى في التيران. دونك البروبليم هذايا ماهوش مطروح في الجزائر. الحديث بلوتو على روغونس نتاع شويه صحيح. جمال بالماضي ممكن هذايا اللي اليوم يتلام، ممكن مش يهزها جمال بالماضي وحده ناصر، نظرا للبوليميكات اللي يعمل فيهم للعرك التصريحات نهز الكوب دي موند، فهمت؟ هذا مش يهز، خليه يهز وحده الحكايه. اخيب حاجه في الدنيا وتحيه الاخوه الجزائريين، وحطينا لكم النشيد الرسمي اللي نحبوه برشا برهان، واللي مسنا كل كتواسه قسما والله غالب. والله يحزننا على الجزائر، والله يحزنت مرضت على الشعب الجزائري، حبيته يترشح هذيك الكوره. معناها اختيارات غير مفسره نتاع استاد البليده، ما فهمتوش علاش لعبوا في البليده. عندهم 70 انا حبيت نقول كيف ينضم صوتي. عندهم واحد كيما محمود في الشوارع هو اختار ملعب البليده، البارودي. انا حبيت نقول اللي في كره القدم، انك اليوم راهو كي توصل لاعلى مراتب هذيك اصعب وضعيه توصل لها. وقت اللي توصل وتنجح وتعمل اكسبلوا هذاك، علاش لازمك ترد بالك في الاشوال اللي بعد؟ ما لازمكش تتعالى، ما لازمكش الغرور المفرط اللي رفيق راهو خاطر في كره قدم مرهونه في فوت انديفيديوال، مرهونه في غلطه، مرهونه تتعدى بجنب الحدث. اليوم الكره بصفه عامه قد ما تتواضع وقد ما تحط سقيق على القاع، قد ما ترد بالك، خاطر بعد ساعات تخاف من نفسك مش من الادفيرسير. هاك تشوف انت اليوم فريق الجزائر فريق ممتاز، عنده امكانيات كبيره، عنده كل الامكانيات باش ينجح، لكن بعد ساعاتك الجزئيات الصغيره ما تحبش التعالي. بالحق تحب ولا تكره، جمال بالماضي كبر البريسيون عليك ناسيونال، كبر الضغط. صحيح فما طريقه نتاع انك ديسيبلين، حطيت ملاعبيه، جبت ملاعبيه الستار ولا، وكي يجيو لك ناسيونال يردوا بالهم ويحتاطوا، اما لازم يقعد حد المجموعه. يمكن تولي تتعالي وتشلك في الصحفيين وتشلك في العباد وتولي. وانا اللي قلقني في هذا الكل اني بعد ساعات فهم مدربين يسخيب روح ماشتاين يطلع في الصويرخ. يا اخوي انت صحيح مدرب اليوم تاعتي اليات نتاع لاعب تنجح فريق، ما نحلوش الميريت ناصر كمان في قطر، عمل باركور مزيان برشا مع منتخب جزائر، رجع مجد الكره الجزائريه. جميل ما مشاش هو، ما مشاش هو، اسكو استعملت كلمه مزيه. اما كي يعمل هذاك ومن بعد الكره تعكس، وانت تعرف ان تنجم تتعدى بتورنوا تاكل فيها تريحه بلغه الكره وتروح. كوب دافريك بالنسبه لي عاديه، كل شيء عكس، راهو بينالتيات ما دخلتش كور على البار على خط سي بون مسكره. البارح عكست الكوره، معناها توا سامحني انت سي اس اس، لحظه بس سي اس اس وكوره بوتريكا، نجم نحي لك ميريت الباركور، نجم نحي لك ميريت شو عملت انت في القاهره، نجم نحي لك ميريت قداش تو دومينين هنا في رادس وسكرت الاهلي نتاع بوتريكا وكرويا اعطيتها تريح، ولكن الحكم ظلمك والكوره عكس. لكن انا نقول لك زاد عملت اخطاء في المباراه هذيك، ما حضرتش مباراه كيفيه هذيك. زاد فما حاجات زاد لازم يكون صادق مع روحه مع الناس، زاد ما لازمش واحد يقول انا نقول لك يمكن المدرب ما تعاملش مع المباراة كما يلزم يتعامل في ربع ساعة الأخرى، كان فما آليات أخرين. هذا الكل اللي نقول لك يا رفيق في كرة القدم. اليوم نحكيو على فريق ما لعبناش منيح مثلا البارح، لكن في الأخر رشحنا كوب دي مون، تحب ولا تكره بالإمكانيات الكل. الجزائر البارح راهو معناها مش راهي ربحتها الكاميرون واحد بلاش إلى حدود قداه دقيقة. معناها هذه مش مشكلتي أنا، هذه مشكلة أنترونور كيفاه هو رابح في الغديكة في الكاميرون واحد بلاش. الخطة اللي باش يعملها باش يستحفظ على ربحه. يعني مش حكاية الكورة اللي جات بالصدفة في الدقيقة 124. ما نكونوش قاسيين على ميلاتاو مانشيني في إيطاليا والهزيمة الأخرانية نتاعو، نجي نحيلو لو ميريت نتاع 41 ماتش ولا قداش سون ديفيت وكوب دوروب اللي هزها نحيهو له خاطر الماتش هذاك يتحمل. سورا ماتش يتحمل، نجم يخطئ في شويه تكتيك، اما ما نعادش نشك في الكفاءه نتاع الراجل. سي ان انترونور اللي عطاه للجزائر ورجع مجد الجزائر. جورناليست جزائريه كيكا تاع الفاتو من القلب كل التعاطف مع الشعب الجزائري. خساره حبيناكم معانا، تحيه القاعده كان مع الجزائر، تحيه للمغرب مبروك على المغاربه، ومره اخرى تحيه للجزائر. انا مسوني ياسر تساور بالماضي، هو يبكي مسوني.
هي خاطرك تبدا تسمع زاد تلعبها لو ساعات تنجم تلعب الجو نتاع انك اروغون كذا في تار كوميونيكاسيون في تار عركه تحب تبروتيجي الجروب تاكل انت تضرب مع الصحفيين تعارك انت الصحفيين من بعدك وكان الانهيار البارح على ملعب البليده الجزائري نهايه جيل نهايه من عرش الكوره ساعتين ونص كامل على الكوره الله الله عليك ما ذكرتنا فلسطين خاطر الايامات هذيا يوم الارض اليوم يوم الارض والعمليات اللي قاعده تحصل توا في الداخل الفلسطيني كان دور فيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش نخرج عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب